بشرة جمال الطويل، إعلامية حرة مختصة في شؤون الأسرى والمحررين، من كتابات، من عمل تقارير وقصص مصورة عن معاناة الأسرى ومعاناة عائلاتهم، بالإضافة إلى عمل خاص يعني تصوير مناسبات مختلفة اجتماعية. اعتقلت 5 مرات، كانت نهايتها قبل شهر بعد 11 شهر في الاعتقال الإداري، وأولها كانت 2011 وحررت في صفقة وفاء الأحرار، ومن بعدها يعني الاحتلال ما تركنا بحالنا، يعني على 5 مراحل أمضيت 4 سنوات. ما كان في تهمة، ولكن هي كان إنه يتحدث بصيغة إنه أنت مشتبه فيكي إنك لديك جمهور أو لديك تأثير على الجمهور، مشتبه فيكي إنك عضو بارز في منظمة معادية، مشتبه فيكي إنك لديك متابعين عبر الفيسبوك، ويعني هذه الصيغة إنه مشتبه فيكي بمعنى إنه ما في دلائل، ما في إشي مؤكد إنك أنت نفس الشخص اللي بنحكي عنه طبعاً كما يدعون. وعلى هذا الأساس يعني لما بدي يسألك إحنا طبعاً الإجابة إنه هذا الحكي ما في منه، إنه بالفعل أنا فقط صحفية إعلامية حرة مش تابعة على حدا، وهذا الحديث ليس خوفاً من أحد، إنه أنا يعني خايف إنه أحكي إن أنا تابعة على حدا. الإنسان له مبدأ، له ثوابته في الحياة، ولكن مش شرط إنه هو يكون يعني تابع لحدا. الإنسان بحافظ على نفسه مش معناته إنه هو تابع لحدا. لما الإنسان يتابع يحافظ على صلاته مش إنه هو يعني تابع لحدا. بعد 72 ساعة حولت اعتقال إداري. قلت له وين التهمة؟ ما جاوب. وفي الاستدعاء بعد يعني قبل أيام قلت له على أساس في تهمة، وين التهمة؟ قال لي خلاص هيك اجت. قلت له لا مش انه هيك اجت، لانه ما في إشي انه يثبت على بشرة، لانه اصلا ما في إشي. اذا انت بدك تحاسبني على تقرير معين او على صوره او على تصوير الانتهاك معين او على حديثي عن انين الاسرى وعائلاتهم، تجي تحكي لي لا بدي احولك للاعتقال الاداري بحجه انه ما عندك دلائل، تجي تحكي لي ملف سري. كل تعاملي مع الزملاء مع الزميلات عادي جدا ومن كافه الفصائل ومن كافه التوجهات، حتى على هذه النقطه تمت محاسبتي. قال لي احنا بدنا نعرف كيف علاقاتك اللي في كل الفصائل، يعني انتوا يعني ما في علاقات، انتوا دائما. قلت هذا الحكي مش صحيح، انا لما اتعامل مع البنت بتعامل انها هي فلانه، ما بتعامل شو تفكيرها، ما بتعامل بينه وبينها في احترام، معناه في اخاء، معناه في صداقه، ما في عندها اي مشكله. فهذا الاشي ما كان موجود، يعني بالنسبه لهم انه لا اذا انت في لك تاثير مع هدول الناس معناه في خطر علينا. حتى في 2017 ايضا حسبت على هذا الامر، لانه يعني بعد زواج شقيقي الاكبر عبد الله باسبوعين تقريبا تم اعتقالي. طبعا كانت في 2017 كانت لاول مره العائله تجتمع وكان بوجود الوالد، فقال لي شو هالعدد اللي اجى على العرس، يعني انت ما شفتي انه تعاون الجبهة الشعبية، تعاون فتح، تعاون المجلس الثوري؟ أنا صراحة لا أعلم، يعني أنا كنت في قاعة النساء ما بعرف شو في برا يعني. فقلت له فليكن. قال لا يعني هنا في إشي مش طبيعي هنا. فبس إني أبتسم، يعني أنا بحكي إنه شوف لوين هي العقلية، لوين هي المتابعة، لأنهم بالفعل إنهم مصرين على تعزيز الفرقة، مصرين على تعزيز الانقسام. بشرى بنتنا الوحيدة، هي ما في غيرها، إلها 3 أخوات. لما إجت على هالدنيا كان أبوها مبعد مع الإخوة جميعا شباب فلسطين إلى مرج الزهور. لما رجع كان عمرها 5 شهور، لكن قبل ما توفي السنة ردوا أخذوه كمان إداري 2 شهر، يعني وفت السنة أبوها كان بالسجن. وبدت الأمور هيك. بس بشرى لما وعت على الدنيا منيح وصارت تروح تزور، يعني مرت سنوات هي تحمل اخوتها وتروح اخوها. بعد اخوها عبد الله صار 16 سنه قال له في النقب انت ممنوع تجي تزور. قال له طيب. صارت بشرى تحملهم، تروح تاخذهم ويروح يزور ابوها بالنقب، بمجده، بريمون،
يروحوا. الصحافة بالنسبة للاحتلال لما يكون في إلها تأثير أو من الممكن أن تحرك يعني الدول الخارجية بغض النظر كانت عربية أجنبية مؤسسات مختلفة، تكون النتيجة محاسبة في الاعتقال، إنك أنت صورتي، هم هيك بتعاملوا، لولا الفيديو اللي أنت نشرتيه ما كان صار في ضغط علينا، أو لولا الصورة اللي أنت نشرتيها ما كان في ضغط علينا. بشرى مستهدفة كزملائها الصحفيين اللي بيصوروا، اللي أيضا البعض منهم أصيب إصابات يعني مؤلمة في الأعين في الصدر، ومنهم من استشهد يعني سواء في فلسطين أو خارج فلسطين. الصحفي مستهدف، من ينقل الصورة الحقيقية هو مستهدف. أي شيء من الممكن أن يزعج الاحتلال حتى لو كانت تغطية إنسانية تغطية حقوقية، مصير هذا الشخص الذي قام بالتصوير أو قام باللقاء أو قام بتغطية هذا الجانب الانتهاكي بالنسبة للاحتلال سيحاسب هذا الشخص، حتى يعني محاولة من قبلهم إليه أن يكون هناك ردع حتى لا تتحدث بأي شيء، لا عن ألم الناس لا عن معاناة شعبك. وهم أيضا لا يتعاملون معنا كصحفيين، يعني يقولون أنت عدو ونحن عدوك. كل ما يجي ياخذوا بنتي او ياخذوا زوجي مؤلم اني اشوفهم يطلعوا تحت تهديد السلاح، شايفه؟ بس ما هي الشغله شغله الصبر، انو اللي بده ينهار انا اقول له، يعني قديش بايديني لما ياخذ بنتي وبحس يعني بدي افكع انا من جوا بس مش قادر ابين ليش، لانه هو بده يشوفني كيف انا منهاره نفسيا، شايفه؟ او اني انا كثير يعني زعلت عشان بنتي مثلا بتراجع عن مبادئي مثلا، لا لا ما بتراجع، انت كل ما تأذيني انا بصر، لاني انا ساعتها انا صح، انا اللي صح، وانت بتأذيني انت يعني لما تيجي تقلب داري وتخرب الدنيا وتاخذ اولادي تاخذ زوجي وبنتي واخواني يعني جميع شباب فلسطين، يعني بتحس ب... لا هو مؤلم مؤلم فعلا مؤلم لما ياخذوها وانا مش قادر اسوي لها شيء. يعني حتى هذه اللحظه مساء يعني بعد الساعه 12 بالليل اي صوت بسمعه مباشره بقوم، انه والله هي ممكن اجوا، هي ممكن اجوا يقتحموا، بس مجرد ما اني اطلع من الشباك انه لا الوضع مستتب، يعني ما في اقتحام، ما في يعني مداهمه للمنزل. الوالد دائما يعني متابع ومستهدف، واعتقالاته متكرره من الثمانينات، وحتى اللحظه يفرج عني يعتقل الوالد، او ان كان الوالد معتقل تعتقل بشرى ويفرج عن والد بشرى وهي معتقله، يعني كما حصل عام 2021 برضه، وبعد 3 شهور من حريته او اقل حتى تم اعاده اعتقاله. خاض الاضراب عن الطعام لنيل حريتي لمده 29 يوم. انا كنت سابقا مهدده ان انا راح اخذ الاضراب في حال جدد للاعتقال الاداري لي، ونحن نعلم يعني هذا الحديث صعب، يعني موضوع الاضراب مش سهل، ولكن سبحان الله الوالد اعتقل ومباشرة خاض الإضراب عن الطعام، حتى وصل الحال أنه يتم الاتفاق أنه أنا بجدد لي كمان 3 شهور وتكون نهاية، يعني في قرار جوهري ويتم الفراج عني. ايضا هناك يعني اكثر من 18 صحفي ما زال معتقل، يعني افرج عن بشرى صحيح او حتى بنفس يوم الافراج عني انا سمعت ان هناك اعتقال لصحفيين من الخليل، وطبعا يعني اعتقد بعد ساعات تم الافراج عنهم، ولكن حتى اللحظه اكثر من 18 صحفي في الاعتقال، اغلبهم في الاعتقال الاداري، وهناك من حاول ان يسافر لعمل في الخارج وعلى الجسر تم اعتقاله. المره هاي يعني هي قعدت معتقله 11 شهر اداري، ما قدرنا نزورها الا اخر تقريبا اخر شهر زارها اخوها الصغير، انا ما طلع لي ساعتها التصريح، فانا كنت دائما يعني احكي معها على الاذاعات، اظني استنى ما اطلع خارج المنزل الا لما اتاكد اني حكيت معها وسمعتها صوتي، شايفه قديش خرب بحاول الواحد، لانه في ناس ثانيه مش بس احنا المعتقلين، كل واحد بحاول يحكي مع المعتقل تاعي، احكي لها هيك صار وهيك صار، يعني احاول انقلها تقرير يومي عن حياتنا. الامر مؤسف، يعني مهما يحاول الصحفي ان يمارس حياته الطبيعيه وان يعمل، البعض يقول الصحافه ما بتجيب همها،
للأسف في بلادنا لا ما بتجيب همها، مع أنه يعني خلينا نحكي في دول خارجية في مناطق الصراع الميدانية وما شابه ذلك، الصحفي يقدر، الصحفي يتابع، الصحفي يعني بالفعل هو سلطة رابعة وليس فقط حديثا. نحن نشعر أنه البعض عندما يتحدث لنا أنكم سلطة رابعة نعتبرها حديثا، يعني لا نعتبرها شيء كبير مع أنها شيء كبير هي، ويعني خاصة أننا نشعر أننا في أوقات معينة أننا أصحاب قرار يعني، ونصنع قرار معين مع الناس، مع يعني الصحفي دائما في الميدان مع الناس ويسمع أنين الناس ويسمع مشاكل الناس، ولكن للأسف مستهدف الصحفي في الاعتقال، في الملاحقة، في التضييق، في المحاربة في رزقه وإصابته. يعني لا ننسى أيضا ما حصل مع الزميل معاذ عمارنا، يعني خسر عينه. فهذا الوضع هو في فلسطين يعني للأسف. أي شاب من الممكن أن يكون مؤثر أو ناشط شبابي في فلسطين أنه بتحدث عن معاناة شعبه، وإحنا معاناتنا مش بس كل ساعة، كل دقيقة في كل منطقة. إحنا بنكون قاعدين فجأة الاحتلال داهم منزل الشخص الفلاني، الاحتلال داهم المسجد الأقصى، الاحتلال يعني قام بالاعتداء على مواطني حي الشيخ جراح وما إلى ذلك. يعني هون يعني لا شك أن المهام موزعة على الشباب، وكل شاب ماخذ تخصص معين أو حتى لو بده هو ينشر بالوضع العام. هذا الجانب إذا كان مؤثر الشاب راح يتم ملاحقته أو الشابة. حصل كثير مع نشطاء في القدس، حصل كثير مع نشطاء في الداخل المحتل في الأشهر الأخيرة، بالإضافة في الضفة المحتلة. الاعتقال ما راح يثنين عن نقل الصورة الحقيقية عن وجع الناس وأنينهم. أنا بتوجع، الوالدتي بتتوجع على اعتقالي برضو لما أنا أسمع أنه في اعتقال أخت أو في اعتقال صحفية أو ملاحقة صحفية أو ما شابه، برضو أنا بتألم لأنه بعرفش النتيجة، بعرف شو هلأ وضعها، بعرف أنه هي هلأ راح يتم نقلها لمعبر الشارون في وضع معيشي مزري، للتحقيق في مثلا في المسكوبية، في عسقلان، في الجلمة. كل هذا الوضع شريط مباشرة، يعني يبدأ مع بشرة في يعني بعقل بشرة، لأنه أنا بعرف شو التبعات. وخاصة يعني إذا أنت بتعرف مثلا أنه هاي الشخصية ممكن هي مش ما عندهاش الوعي الكافي، ضعيفة إلى آخره، من المتوقع أن تنهار، من المتوقع أن تكون في نفسية صعبة. إذا الصحافة ممنوعة أنا بدي أشتغل فيها، ولكن أنا بدي قرار، لأن أنا ما راح أجي أحكي والله حكي الواحدين ثلاثة وأنت فكر أن أنا بدي أشتغل معك، يعني أنه أنا بدي أرد عليك، يعني هذا الحكي مرفوض. ولكن إذا في قرار عشان إحنا نيجي نحكي، شوفوا اللي بدعوا عن أنفسهم أنهم هم ديمقراطيين، بمنعوني من الصحافة، بمنعوني من التصوير، بمنعوني أنه أنا يكون عندي سوشيال ميديا. فهو قال لي لا إحنا مش هيك، إحنا في خطوط حمر. قلت له شو هي خطوط الحمر؟ أنت لما تحكي أنك أنت يعني عمل الصحفي بزعجك، ايش هي الخط الاحمر انا ما احكي فيه؟ انا لما احكي عن انتهاك معين ما راح اطبطب فيه، راح احكي الانتهاك زي ما هو. هذا يعني هذا الشيء اللي معروف انه هذا الصحافه، هذا الصحافه الحقيقيه، الصحافه الحره، الصحافه الصادقه. ولكن يعني من كثر ما انا احتديت لدرجه انه ايش الممنوع اللي انتم بتدعوه فيما يخص الصحافه، فيما يخص التصوير وكذا، ما قدر انه هو يجاوب جواب واضح انه لا. السادة الحضور في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كل باسمه ولقبه، تحية لكم جميعا. بداية أعرفكم بنفسي، بشرى جمال الطويل، أسيرة سابقة لدى الاحتلال، أمضيت 16 شهرا حكما ظالما على مرحلتين. أنا صراحة تحدثت مع عدة شخصيات يعني أكثر من 5 سنوات في هذا الجانب، يعني البعض نصحني في هذا الجانب، وأنا طبعا كنت على استعداد، مثلاً المحاكم الجنائية، المؤسسات الدولية في الخارج، ولكن الموضوع بده جهد وبده وقفة وبده يعني دعم مالي. يعني للأسف المحاميين في هاي الدول أو المؤسسات الكبيرة ما بتاخد 100 و200 وما بتاخد 1000 و2000. هذا الموضوع هو يعني كان بحاجة لدعم، وبنفس الوقت تكثيف الجهود. يعني تكرار الاعتقال ليس فقط لبشرة، ولكن في هذا العام كان هناك قرار للمحكمة الجنائية أنه هي لديها السلطة على أراضي 67، وأنه هي من حقها أنها هي تتابع وما إلى ذلك، وكان هناك ضجة على هذا الجانب. الاحتلال حفظ خط الرجعة طبعاً لأيام قليلة يعني، وكان هناك تركيز عبر الإعلام العبري فيما يخص هذا الجانب أنه هذا خطير عليهم. وطبعاً ادعوا أو اتهموا المحكمة الجنائية أنها هي يعني بتساند الإرهاب. احنا كنا على امل يعني ان تاتي متاخره خير من ان لا تاتي،
أنا من حقي أن أطالب أول شيء أن أحاكم وأن أقاضي أن هذه الجرائم التي كانت بحقي عدة مرات. بالإضافة تمت مصادرة سيارة العائلة، تمت مصادرة الأموال، تم عركسة حياتي يعني الاجتماعية والأكاديمية. كل هذا الأمر يجب أن يتم التعويض يعني له. الاحتلال عندما يعتقل شخص يحكمه ويطالب بدفع غرامات ودفع تعويضات. نحن من يطالب لأجلنا؟ للأسف لا يوجد. ولكن بالفعل هذا الوضع بحاجة لفريق قانوني يعني محنك لانتزاع حقوق الناس التي تمت اعتقالاتها متكررة دون تهمة ولا مبرر، خاصة الصحفي الناشط أو الحقوقي يجب أن يكون لديه تعويض في هذا الجانب. لا أزالت قوة، شايفة أنا طالعة المرة هاي قوية قوية زيادة. يعني بس الحمد لله يعني منيح، بترد الواحد يسوي شوي الحالة يعني تراجعات، بس لا منيحة كتير منيحة الحمد لله رب العالمين. ما نال منها السجن لا من معنوياتها ولا من عزيمتها، وهذا إشي ممتاز كتير كتير، لأن أنا بتمنى الجميع يكون هيك. شايفة هي طبعا هذه قدرات، شايفة وربنا يحفظهم جميعا أسرانا وأسيراتنا. أهم إشي إنه فعلا ما يخلي السجن يأثر عليه، لأن إحنا بدنا إياهم يطلعوا أقوياء، يطلعوا نفسيات سوية، لأنهم بدهم يكملوا الطريق سواء بالجانب الوطني أو بالجانب الإنساني أو حياتهم العادية حياتهم الشخصية. فيعني الحمد لله إن شاء الله جميعهم بكونوا منيحين. في الاعتقال الأخير أنا قلت إنه مستحيل أن أنا أطلع في الجب، يعني خاصة أنا تم اعتقالي عبر الحاجز، لأن أنا كنت في مشوار فأنا راجعة وقال لي صف السيارة وانزل أنت معتقلة. أمر لا يصدق يعني كان. قلت له أنا راجع على رام الله، فأنا بتعتقل من البيت، ما في عندي أهرب عليه يعني أو أهرب منه، أنا في البيت راح تيجي تاخذه من البيت. قال لا أنا لو بدي إياك من البيت باش باخذك من البيت. هون كان صعب يعني، خاصة يعني كانت معي صديقة وكان معي برضو بناتها يعني طفلات صغار. لم يحترم هذا الاحتلال هذا الشيء، وأنا ضليت في البرد ما يقارب أكثر من ساعتين ونص يعني شهر 11 يعني مش يعني كان البرد قارس في حينها. ما احترم الاحتلال هذا الشيء، وأنا دائما يعني حتى في الاستدعاء الأخير قلت له ما بدي أشوف وجهك، ما بدي أشوف حدا يعني داخل على البيت، ما بدي خلص يعني لهون بكفي خمس اعتقالات. ولا بعمري توقعت إنه يعاد الاعتقال، يعني خلص أنا روحت بالصفقة الحمد لله أنجزنا وخلصنا. بس إنه يعاد الاعتقال بعد سنتين ونص، بعدين بعد سنة، بعدين بعد أقل من سنة، بعدين بعد ثلاث شهور. أنا روحت بشهر 7، بشهر 11 تم اعتقالي. إيش فيه؟ يعني أنت روح شوف حدا تاني غيري يعني.